السلام عليكم اصدقائي مرة اخرى في هذا البت على اينا اصدقائي الكورسة كما قلنا غتكون من 16 عود مسافة 2500 متر لبري 40 ألف ديال الأورو هذا هو البروغرام وهذا هو الكوتاج النهائي والحقيقي وغنبداو برقم واحد اصدقائي كوردة 12 لمزيك ديالو تروازيان ساتيام تروازيام، نكوطي بربعة، تبقى مزيان وفي وهو الحق. هو البولة الحقيقي يعني هو الإيكال، نكوطي بربعة، راقبو الأ- أصدقائي، والخير اللي بالصباح الصباح كيصبحو زايدين ليها في راه ما تلعبتش لعبوها، والخير اللي نقصوا ليها في حاولو تهربو عليها، عارفوا بلا راه تلعبت، وبزاف على اي اصدقاء رقم واحد مزيان وفي اللعب كيبقى جوكر محترم رقم جوش لا ميزيك ديالو تمني ويتيام سانكيام زيرو مكوت باربعين تيبقى طوكا مفاجاه اصدقائي ربما يكون مو و ولا مفاجاه كي كنعتذر اصدقائي موعودين ندير البث المباشر تيتقطع الصوت داكشي علاش غادي نسجلو اليوم حلقه بحال هكا ومنين نكونو دايرين البث يكون النقاش مفتوح اصدقائي الجوج عنده ويتيام يعني ما عندوش المسافه يقدر يكون مفاجاه يقدر ما يكونش مفاجاه ديرو في احتمال وراء اكس رقم ثلاثة هاردوين لميزيك ديالو زيرو كتريع بروميان مكوتي بخمسطاش تيبقى مزيان وفي اللعبة أصدقائي آه ممكن ممكن تقبلين الورقة عنده 12 جوات مرتبة 12 في هذه المسافة يعني قدر يقلب على لابلاس غنديرو في احتمال وراء اكس رقم 4 لمزق ديالو بروميان سيزيام تروزيام مكوطي 18 تبقى مزيانة أصدقائي عندو بروميان في المسافة تبقى في اللعب رقم خمسة لمزيك ديالو زيرو سنكيام سنكيام مكوطي بعشرين تبقى مزيان عندو سنكيام في هذه المسافة وفي نفس السيران يعني كيبقى في اللعبة أصدقائي رقم خمسة بومبا مكوطي بعشرين تبقى طوكال رقم ستة خارج من الكوردة ستة خارج من بلاصتو أصدقائي لميزك ديالو زيرو دوزيام سانكيام كوطي بتنين وعشرين تيبقى طوكا على أصدقائي وتبقى في اللعب عنده مرتبة خمسة في المسافة ممكن مدردك بزاف يعني ممكن يكون طوكا على أصدقائي ديرو باحتمال رقم سبعة لميزك ديالو زيرو دوزيام تروزيام مكوطي بخمسة تبقى إيجا يعني تبقى لكم الاختيار إيجا دائما كنقول لكم نصيحة مني راه ما كيربحوش كلهم ولا ربحو كيربحو جوج ماكسيمو واحد ولا ثلاثة على حساب الخلاص اللي بغيتي نتايا الا لعبتي الايكالات كلهم يعني راك ما كتقلبش على الخلاص غير لاصق معاهم على اينا اصدقائي رقم 8 لا ميزيك ديالو سانكيام دوزيام بروميير مكوطي بعشرين البروغرام يعني طوكال كيبقى في اللعب رقم تمنية جوكر محترم عندو بروميير في المسافة يقدر يباغتنا و في الراس اصدقائي تمنية مزيان رقم تسعود لا ميزيك ديالو دوزيام زيرو تروازيام كوطي 16 تيبقى في اللعب كلشي ممكن واخا ما عندوش المسافه ديال 2500 متر ولكن راه عنده مسافه ديال 2400 100 متر وماشي شي حاجه غيصبر ربما ويبيني ديروا باحتمال اصدقائي رقم 9 هو في اللعب واخا ما عندوش المسافه رقم 10 لا ميزيك ديالو سيزيان بروميان نافيام كوتيب 30 تبقى توكالا اصدقائي في الخانه ديال التوكالات الى بيت احتمال وراء اكس رقم 11 اصدقائي لمزق زي ديالو زيرو بروميان دوزيام كوطيب خمسة وسبعين تيبقى طوكال ومفاجأة يعني بعيد على المنطق واللوجيك وكل شيء ممكن اصدقائي ديرو احتمال وراء اكس رقم 11 عنده المسافة سيزيام كل شيء ممكن اصدقائي ما في الخير رقم 12 لمزك ديالو تروزيام دوزيام سيزيام كوتي بسبعة كيبقى في المجموعة ديال الإيقالات وكيبقى لكم الاختيار رقم 12 عنده نفس التيران ولكن جاري غير 19 مياه ممكن ما جاريش 2500 تيبقى مشكوك في أمره ولكم الاختيار أصدقائي الصرف ديال رقم 12 ورقم 3 رقم 13 بلا مزق ديالو سيزيام زي سانكيام زيرو من كوتي بخمسين رقم 13 أصدقائي طوكال عنده المسافة بي سانكيام يعني ضارب المسافة سانكيام طوكال يقدر يضرب ربح في سان كلاود ماشي في التيران يجي سانكيام طوكال يقدر يعاود يجي سانكيام ديرو في احتمال وراء اكس رقم 14 أصدقائي مكتوب كوتي وعشرين كيبقى طوكال لا ميزيك ديالو نافيا زيرو سيزيا وعندو كورسا فيها سانكيا فيها تيران نيت ربما يكون طوكال اصدقائي راقبوا لي الكوطاج ديال الخيل يقدر دابا هو مكوطي ب 45 20 غتجي غدا غتسيبو مكوطي ب 10 يعني بلا ما تلعبوا هرب عليه لا بقى مكوطي ب 25 راه طوكال حقيقي كان 14 ليوم ما تصيدنا كنت نقول لكم راه طوكال مقاطع ب 20 ولا مقاطع ب 9 يعني لعبوه بزاف داكشي علاش ما جاش خصنا نعيقوا بالارقام الا بقى ثابت في الكوطاج ديالو راه فعلا طوكال الا نقصوا ليه عرف راه تميز عليه بزاف وغيدي سكيدي في رقم 15 اصدقائي جيو غني على التعريف لا ميزيك ديالو 5 بروميات رويزيام مكوطي عشرة تيبقى زوين في اللعب عندو المسافة بروميان في نفس التيران كيو خطير و يقدر الماتش خارج من الكورد دا 16. الوزن ديالو ربعة خمسين كيلو يعني كل شيء ممكن اصدقائي رقم ستاش لمزيك ديالو دوزيام زيرو دوزيام كوطي بتسعود ضرب دوزيان في نفس تيران والجوكر نفس جوكر يقدر ما يجيش هاد الكورس يقدر يربح كيبقى في المجموعة ديال الإيكالات كيبقى ليكم الإختيار أصدقائي هذه هي القراءة ديال البروغرام تعرفنا على الميزيك ديال الخيل وتعرفنا على الكوتاج الحقيقي تعرفنا على الإيكالات مجموعة ديال هي اللي باللون الأصفر باحتمال لعبوهم بربعة وباحتمال قتلوهم فيريفي والارقام الصحيحه يقدروا يكونوا تاني غير جوج ولا واحد ولا ثلاثه هما اللي صحاح ديما فيريفي والارقام وراقبوا الكوطاج <applause> اي عود نقصوا ليه هربوا عليه واي عود زادوه في الكوطاج لعبوه دائما راقبوا اللعب عن كتاب يعني ما تخطش وتلعب مزرو الارقام ونتحملوا مسؤوليه يعني نلعبوا بمسؤوليه اصدقائي اتفاقيه خاص بناتنا بيناتنا وهي الروح الرياضيه ونلعبوا بروح رياضيه لا خسرنا اليوم غير نربحو غدا دائما شعارنا ورقه وحده تجيب ولا تغيب <applause> <applause> على اي اصدقائي المجموعه ديال الايغالات دائما كيصيرونا في احتمال نلعبوا باربعه وفي احتمال نزيد عليهم جوج طوكالات ونلعبوا بسته طوال يقدروا يجي اللوجيك ربعين ألف ديال الأورو ماشي ماشي على اللي غادي يلعبو الإيكالات ربما غير جوج الأرقام تما اللي صحاح هما الواحد و سطاش و البقية مزيفة المهم فيريبيو الأرقام و غدا غنديرو اللايف درت هاد الفيديو باش صوت الدراري يسمعو الصوت و يسمعو كلشي مزيان و يبان ليهم الكوطاج الحقيقي نتمنى تكون الصورة واضحة مجموعه ديال اصدقائي بريفي والارقام 15 و 3 و, 9 و 4 كلهم في اللعب مزيانين وعندهم مسافه رقم 15 عنده بروميان في هذه المسافه رقم ثلاثة عنده جوا مرتبه 12 ممكن يدخل لنا الورقه رقم تسعود ما عندوش مسافة عنده غير 2400 يقدر يضرب لنا الورقه يعني مشكوك في امره رقم 15 يبقى مزيان رقم 4 عنده بروميان بعد المسافه نفس التيران ربع زوين في اللعب البومبا والمفاجاه او ربما غيكون غير, غير واحد طوكال ولا جوج هذا كحد اقصى يعني متسهربوش اللعب اختاروا غير واحد ولا جوج الارقام من هاد الطوكالات اللي هما 8 ولا الخمسة ولا 6 ولا 14 ولا العشرة كحد اقصى لعبو جوج طوكالات واحد ورا اكس وواحد دخلو في لاباز اللي بصنعو كنت من لكم حد موفق اصدقائي الى اللقاء في بيت قادم ان شاء الله